الشخصية اللي بعدها. برضه هقول لك على حاجة. الإصبع فين؟ فوق. أوكي، لسانك إيه؟ لساني أقول لك على أي واحد نفسه ياكل عيش ويقلد أبويا، أنا هشيله فوق دماغي وأسقف له كده. مش بياخد من قدامك ومن أنتوا الأحق أنكم تكملوا مسيرة لا والدك؟ لا لا عادي، هو أي حد، ما محمد رمضان بنفسه ده بقى بطل، مش أي واحد يعني. يعني مش هتقارني ده محمد رمضان بيقلد والدك؟ بيلبس زي ابويا بالظبط. وريني بدلتك. فصلتها فين؟ عندها الشفاجة اللي بتاع ابويا، اللي كل العيال اللي موجوده دلوقتي راحت تفصل عنده. مين بيفصل عنده؟ كل بقول لك كل العيال اللي موجوده. مين؟ حمو بيكا بيفصل عنده؟ حمو بيكا وغيره وكل الناس اللي بيقلدوك يعني، بيقلدوا والدك؟ اه طبعا. بيضايقك الموضوع ده؟ لا خالص، يعني انا عايز، ما انا قلت لك فوق ليه؟ عشان اي واحد بيقلد ابويا انا هحترمه واحبه، مش هاجي عليه. لكن انا ما احبش حد يصطنع التلقائيه والحاجات اللي ابويا كان فيها دي. يعني ابويا كان طيب حقيقي، ما ينفعش بقى واحد نفسه يعمل طيب ويقول لك انا، او يشبهوه يقول لك ده حفيد شعبان عبد الرحيم او ابن شعبان عبد الرحيم. كانوا بيقولوا على حمو بيكا في يوم من الايام حفيد شعبان عبد الرحيم. اه ليه؟ ليه؟ عشان كان هو بيعمل شويه حركات كده، افيات يعني. يعني هم كانوا بيصنعوها، يصنعوا الحاجات دي مع بعض، وبعد ما يصنعوها مع بعض يقوموا ايه مطلعينها مع الناس. اول ما يلاقوا الحاجه نجحت يعني قدامهم او ضحكتهم قوي يقوموا منزلينها. يعني يتصنعوا الافيه، يتصنعوا الضحك. لكن ابويا ما كانش بيتصنع اي حاجه. انت عارف انا نفسي الاستاذ هاني شاكري يعمل ايه؟ كل العيال، انا قلت بعد ما قلت على طول هو عمل كده، بس انا بقول لك تاني دلوقتي واحنا في الشهر المفترق ده، لو جال واحد مطرب بيغني حلو قوي بس اسمه وحش ما يوافقش عليه. يعني مثلا واحد بيغني حلو قوي واسمه مثلا كزبره، طبعا عيب. يعني لما يكون الاسامي اتغيرت بالطريقه دي، يعني اختيار الاسماء تكون مناسبه. ايه اللي احنا يعني دلوقتي لما تيجي اخلف بنت او بنت تطلع اسميها مثلا بتنجانه او فلفل او حاجات من دي؟ لا اكيد مش هينفع، طبعا مش هينفع. فهي الاسامي دلوقتي بقت المفروض ده كله يتمسح ويتعمل بقى ايه اسامي جديده، اللي بيعرف يغني يتعمل له اسم حلو ويبقى كويس. عصام، بينك انت وبين حمو مين بيلبس بالستايل اللبس احلى تقليد لشعبولة؟ مين اللي احلى بيلبس؟ مين موفق باختياراته اكتر، انت ولا حمو؟ لا والله انا اقول لك، انت خلي بقى، انا مؤاخذه ان تجيبي حمو تحط صوره ليه وتحط صوره ليا وتخلي الناس تقول لك مين اللي شبه شعبان ومين اللي زيه ومين اللي ينفع يلبس ومين اللي ينفع يقلع. هنشوف الصورة اللي بعدها أو الشخصية اللي بعدها. محمود الليسي برضو فوق. بس أنا زعلت منه. مش بيكلمك؟ ها؟ لا بيكلمني. رجعتوا تتكلموا مع بعض؟ ما كناش زعلانين. لا، هو في فترة طلع كلام إنه أنتوا ما بتتكلموش مع بعض وأنت كنت زعلان منه. أنا أحكي لك أهو. أنا رحت خدت الكاميرا ورحت قعدت قدام الترب وقمت اشتكيت لابويا من كل اللي انا متضايق منه. اتجننت وطلبت معايا روح بكاميرا حطيتها قدامي التراب وقلت لها انا هشتكي لك من محمود الليسي وهشتكي لك من مش عارف مين ومين وعارف. وليه كنت اشتكيت له من محمود؟ عشان انا كنت عايز محمود، انا ما بقولوش على عم محمود. انا كنت عايز عم محمود في الفرح بتاع بنتي وما جاش. لما ما جاش اثرت فيا قوي. ابويا ما كانش بيسيبك في اي حاجه، في مشاكل، في اي زعل، في اي حكايه، ابويا كان قدامك. فازاي انا اعزمك في فرح البت والبت قالت لي انا مش عايزه حد غير محمود. وقمت قايل على محمود اللي لسه
انا زعلان منه مش عارف ايه. فلقيته هو اتصل بيا وعندي المكالمه دي لحد دلوقتي. قال لي والله العظيم يا عم شعبان حبيبي وخيره عليا واللي واللي واللي، وانا ما جيتش عشان انا كنت عامل عمليه ايه كده. المهم يعني بنفس ال كان عنده ظروف يعني، كان عنده ظروف. قلت له اقسم بالله على الطلاق لو اعرف ان انت عندك عمليه كنت انا سبت البيت وجيت لك.